بصراحة عامة احنا بالعكس الله شاهد علينا هاي الهجمة يعني نفعتنا ما ضرتنا الله شاهد والله دنعزل بالداعش كنا 9:30 عشان الربع احنا بالعشرة بالبيت هسه لا للداعش خير من الله بيت على ابو الصاك اليوك اما عند السيف ونروح هاي وردة عموري هذا عمر محياوي عم اي تاج الكسرة دخلي لي على الخاص حبيبي باشا خذ راويكم اجتنا هالميداليات الاسلامية سنين الخفاجي الفيس هسه شوفوا هذا موديلات جدد هذا يجي هيك شغلات هذا باعوه هم فشي مرتب وحلو حسن ابو حسن الدوخ خبير الله حبيبي حسون حبيبي هذا كله كلامكم الطيب والله ونابع من احساسكم شوف هاي الموديلات شوف الترتيبات اكو هيك شغلات هذا هم شيء حلو واو شوفوا يعني فشي حلو ومرتب هاي بالنسبه للميداليات اللي التعليق يصيحوا لها اكو هيك شغلات هم فشي حلو